نصر حسين داي الذي سقط مشاهدينا للقسم الثاني، ما هو هدفه في الموسم المقبل؟ المناجير الجديد للنصرية سيد أحمد خديس يقول بأن هدف الموسم المقبل هو تغيير المنظومة، ماذا يقصد أيضا بالمنظومة وأيضا إعادة تحسين صورة الفريق التي تضررت في المواسم السابقة حسب المناجير العامة؟ اليوم احنا لا بوليتيك تاعنا راح تتغير، فاش تغير؟ راح نغيروا المنظومة ككل باللعب ما فيها اللاعبين، حتى وجهة النظر اللي راح ندخلوا بها هذا الموسم ما راهيش كامل وجهة النظر اللي كنا بها في المواسم الماضية. دونك اليوم قلت لك كاين مشكل تاع ثقة في هذا الفريق، كاين مشكل تاع ربما إمكانيات اللي خلات الفريق يلحق لهذه الوضعية، ولكن احنا راح نحاولوا من جهتنا نصلحوا قد ما نقدروا. بدينا في العمل منذ 15 يوم، انا جي بريمي فونكسيون اوفيسيالمون لو 1 غوت. الاهم والمهم هو اعاده الفريق للسكه، لانه شفنا باللي بعض اللاعبين انا هذا العام لحقوا وين لاعبين يقول لك ما نقدرش نزيد لعب في نصر حسين داي لانه عشت وضعيه صعبه. انا هذه تغيظني باسكو نصر حسين داي كما قلت لك كان الناس تمد بها المثل، الناس كانت تحب هي تجي تلعب في نصر حسين داي باش تبان. اليوم ولاو لاعبين يقول لك انا ما نقدرش نلعب في النهض باسكو عشت وضعيه صعيبه العام اللي فات. دونك هذه الامور اللي لازم تتغير. السؤال الثاني المطروح بالنسبه لنصر حسين داي، هل يهدف العوده الى الرابطه المحترفه الاولى الموسم المقبل؟ المناجير العام يقول بان الامر صعب لانه الاعتماد الان على الشبان. الرجوع للقسم الاول هي ما نقدرش ما نقولكش ماشي اوبجيكتيف، ولكن اليوم في الوضعيه اللي رانا فيها صعيبه نوعا ما، ولكن انا الاوبجيكتيف تاعي هو انه نرجع الفريق هذا للقسم الاول في اسرع وقت، كوسوسوا العام هذا ولا العام الماضي، لانه يكذب عليك ما كاش اللي يقول لك عندي بروجي كوسوسوا ا موين تيرم ولا ا لون تيرم، باسكو في الجزائر حاجه ما ستابل، غدوه تقدر اليوم راك هنا غدوه كاين مشاكل ما راكش، انا اللي بروجي اللي نديرهم اليوم في نصر حسين داي سي ا كور تيرم، واش نقدر ندير اليوم؟ راني في فريق نصر حسين داي، واش نقدر ندير باش نصلح الامور؟ تادير كو اليوم سياسة شوبان هذه قلتها فريق نصر حسين داي غني عن تعريف، واللاعبين اللي مدتهم نصرية الكرة الجزائرية راهم معروفين ويتحسبوا كامل، راهم لاعبين في المنتخبات الوطنية كوسوا في فئة شبانية ولا في الأكابر بلا ما نسيتي ولي نو باسكو راهم بزاف، كاين ميم لا جينيراسيون الأخرى برك راهم كاينين بزاف كوسوا تو جاي ولا بندبكا ولا هادو لاعبين اللي لعبوا عندنا. دونك حنا من بكري ما نخافوش نلعبوا بشبان، نديروا ثقة في شبان. اليوم الوضعية تتحتم انه خاطش العام اللي فات كاين ديون، الوقت اللي راني نهضر معاك فيه دوكا مازلنا ممنوعين من الانتدابات. ممنوعين من الانتدابات بسبب مبلغ قدره 428 مليون سنتيم مطالب النادي بدفعه للسير بشكل جيد. اللاعبين الجدد في الفريق لم يوقعوا بشكل رسمي بسبب هذا المشكل. احنا لحد الان انا نتكلم على نفسي مع الاداره انتدبنا لاعبين تاع 2001 اللي زايدين في 2001 2002 اللي قدروا يمدوا الاضافه للفريق. كاين من بينهم اللي كانوا في مولدي الجزائر بوكمبوش بوكرما، كاين مندي اللي كان في شباب بلوزداد، هادو سي اللاعبين اللي شفناهم ونعرفوا المؤهلات تاعهم، وحتى في الفرق تاعهم الانصار تاع الفرق هادو كانت تتكلم بلي لاعبين ممتازين. دونك حنا هاد اللاعبين مازال ما مضينا لهمش، راهم معانا درناهم احتياطيا في القائمه، ولكن اليوم عندنا ضمانات باللي نقدروا نخلصوا. هضرت مع المدير العام تاع الشركه قال لي احنا هاد اللاعبين اهلهم. كاين يبقى مشكل واحد اللي راهو تاع لو بلوكاج تاع لو كونت تاع النهد من طرف السياسه، دونك كيفاش راح يريغليها باسكو باش نونجاجيو هاد العام في البطوله تاع 2022 2023 لازم نخلصوا لونجاجمون. باش نخلصوا لونجاجمون لازم يكون في على بالكم اللي عندنا اون اموند تاع لا ليغ بروفيسيونال تاع العام اللي فات اللي تقدر ب 428 مليون، هذيك 428 مليون سنتيم لازم نخلصوها باش نخلصوا لونجاجمون تاعنا باش نخرطوا هذا العام في البطوله. هذا بالنسبه لي النصريه.